أيضا متألقة في الخليج وبالتحديد أيضا في السعودية، متألقين بورشة توينسا. على ذكر ديما الفرق السعودية تتوجه خاصة للأطر الفنية التونسية باش تشرف على مقاليدها الفنية. على ذلك عقد جديد للمدرب التونسي محمد المكشر يتعاقد مع نادي العدالة السعودي. معنا بتليفون محمد المكشر، كوتش أهلا بيك. أهلا بيك إسلام، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. دونك أول حاجة نبارك لك تجربة جديدة ظهر لي مع العدالة السعودي. يعيشك، صحيح تجربة جديدة وإن شاء الله ربي يوفقنا فيها. كيفاش أحكينا شوية على التفاصيل كوتش، كيفاش صار الكونتاكت، شنو أهدافكم العام الجاي؟ صحيح والله كما الناس الكل أكيد تعرف ونادي محترم برشا الحقيقة في المملكة العربية السعودية، اتصلوا بي اتصال مباشر، ما كانش معناتها فما معناتها على طريق دي ماناجير ولا اتصل بي كما نقولوا لو بريزيدون سيكسيون تاعهم، خذا لاكور من عندي معناتها اللي فما رغبة بين الطرفين، وبعدين اتصل بي رئيس النادي واتفقنا تقريبا على كل شيء وصححنا لي كونترا نتاعنا، سواء اني ولا الستاف تكنيك نتاعنا تصححوا لي كونترا، وان شاء الله يوم 28 نقصدوا ربي ان شاء الله ونبداو نخدموا على رواحنا ان شاء الله. شنو الاهداف حطيتوهم كوتش؟ اكيد الهدف هو تعرف فريق العدالة كان في الممتاز، معناتها في الدوري الممتاز، اكيد سنة ان نزل للدرجه الاولى، باش نحاولوا الهدف نتاعنا هو اكيد باش نرجعوا للمكانه نتاعو ان شاء الله في الدوري الممتاز، وتعرف الصعوبه نتاع الدوري الممتاز السعودي والفرق الكبيره اللي موجوده فيه، اكيد مش باش تكون سهل الماموريه، لكن ان شاء الله معناتها فما رغبه كبيره سواء من اداره النادي ولا من شخصي كيف في النجاح، ان شاء الله قاعدين نحاولوا باش نحطوا الظروف الكل اللي تخول لنا ان شاء الله. صحيح ما عندناش برشا وقت خاطر تقريبا عندنا ثلاثة جمعات ولا شهر اللي باش نحضروا فيهم الفريق، خاطر على حسب التقارير الاخرى ممكن لو 20 اكتوبر تبدا الشامبيونا، وهذا ما فماش برشا وقت، تعرف انت جمعيه باش يجي فيها اطار فني جديد، باش يجيو فيها ملاعبيه جدد، اكيد تحب لنا شويه وقت، لكن مع هذا الكل ان شاء الله نحاولوا باش نحضروا انفسنا كيما يلزم، باش ان شاء الله من بدايه الموسم نحاولوا ناخذوا باينه من الاول كيما نقولوا، باش الاوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله اللي باش يرجعوا النادي للمكانه العاديه نتاعه. حكيت شويه على شويه وقت، انا كمان شغلت كان شدها نصيف البياوي ليكيب بالضبط، حكيت معاه شويه وصارت باساسيون سي اسكندر القسري اي بالضبط. كيف من بعد جاء البياوي معاهم وبعد انسحبوا وكملوا بمدرب ايطالي، مي مالوريزمون تعرف لي شونجمون هذوما الكل نتاع لي زونترونور ديما النتائج نتاعهم تكون سلبيه اكثر منها ايجابيه، وراك شفت ما النتيجه في الاخر نتاع النادي هذا وين وصل. اتصلت بهم شويه انا تحت خمت، اتصلت بهم البياوي وكذا اسكندر القصري تاخذ فكره على ليكيب ولا لا؟ والله لا الحقيقه ما اتصلتش بهم، علاش؟ خاطر باش تصير برشا تغييرات في الايفكتيف، في الايفكتيف باش يصير فيه ممكن معناتها ايفكتيف كامل باش يقعدوا فيه تقريبا 8 لاعبين، تصور انت من بين 25 مش يقعدوا كان 8 لاعبين، تعرف كانوا عندهم 8 اترانجي، اليوم ما عادش نجموا يلعبوا 8 موجودين، كان 4 اترانجي برك، معناتها باش نخليو منهم 4 مش باش نخليهم، تقريبا نحينا 6 على خاطر باش نشوفوا دي زيترانجي اخرين، دي اترانجي اللي كانوا موجودين على حسب رايي ولا نفس الراي اللي دار ما عندهمش المستوى ممكن اللي باش يخليونا نحقوا لي زوبجيكتيف نتاعنا، كيف قاعدين نقوموا بانتدابات نتاع لاعبين سعوديين غادي هما يعرفوا اكثر مني، لكن اتصلت برشا اطراف خاصه اللاعبين اللي كانوا لعبوا غادي كيما البلبولي اللي لعب معاهم، الحقيقه نادي محترم جدا، المسؤولين نتاعهم تقريبا الناس الكل معناتها يشكروا فيهم سواء رئيس النادي ولا خياني اللي يخدموا معاه، وهذو ما الحقيقه اشياء ايجابيه اللي باش تخلينا ان شاء الله نخدموا في ظروف باهي. باش يكون معاك منير بوقديده فغالي اول تجربه ليه تدريبيه، كيفاش كان الشوارع؟ منير رانا قبل بون في لي جون وعمل انترونور ادجوان تاع ديريكتور تكنيك نتاعنا في النجم الساحلي مع بيتنبرغ، وزيد الاكسبيريونس الكبيره اللي عنده منير ما شاء الله كامل لاعبي، تعرف اليوم ما تنجمش تخدم وحدك خاصه اليوم الكوميونيكاسيون عندها دور كبير برشا في الكوره، علاش هذوما نحاولوا منير بالاكسبيريونس نتاعو، تعرف انت ملاعبي ممكن وشفتها هذه عشتها كملاعبي وعشتها زاده كيف كمدرب، ممكن كي تجي تعطيه انت تنصحه وتكون انت معناتها ويكون اللاعب فايتك بالاكسبيريونس نتاعه ويكون فايتك ممكن بالماتشوات ويكون فايتك اللي هو لاعب في جمعيات كبار، ما يخوش منك ما يسمعكش يقول لك انا لعبت اكبر منه وهو مش لاعب كوره وغير وغير وغير، وهذا قاعد يصير حتى في البطوله نتاعنا، لكن
يجي ملاعب كبير وعنده اكسبيريونس كبيره كجوار وانا انترناسيونال، اكيد كل كلمه باش تعطيها له باش يسمعك وباش يحاول يحطها في باله. اللي تعرف اني كله تونسي باش يكون فيه منير بقاديدة مدرب مساعد، بوراوي عيسى انترنور دي جارديان، اسماعيل محجوبي من احسن لي بريباراتور اللي هو عنده مده قاعد يخدم في النادي هذا وتونسي، انيس بن مليك كيف كيف هذا مشيت لهنا بتوسكي لي ستاتستيك والفيزيوناج، معناتها ما شاء الله عندنا اطار فني كامل تونسي بنسبه 100%. ان شاء الله المفيد، ربي يوفقنا ونحققوا لي زوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليك كوتش وبقيت الستاف تكنيك اللي معاك والفريق ايضا على السعوديه في تجربتك القادمه. يعيشك سلام، ميرسي بوكو خويا. دونك وليد يجيكم توت سويت في فلاش بوست وبعد مكملين فير بلاي حط لمرة 3:30.